السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت 6، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل تدريبات كتاب استبهاد. شكل ما تابعنا الحلقة اللي فاتت قلنا إن الكتاب عامل مراجعة جميلة جدا في أول الكتاب. بدأناها المرة اللي فاتت بشرح المضارع البسيط أو بمراجعة المضارع البسيط. النهاردة بقى حبايبي بيكلم لي عن زمن الماضي البسيط. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شكل ما شايفين النهاردة حبايبي بيكلم لي عن زمن الماضي البسيط وبدأها لي ب was and were، جايب لي verb to be في الماضي اللي بيكون من was and were. طبعا مهم جدا ان انا اعرف ان verb to be في الماضي become and was were. was بتيجي مع I و he و she و it والاسم المفرد، وكمان were بتيجي مع you و we و they وكمان الاسم الجمع. تاني was بتيجي مع he و she و it والاسم المفرد، وكمان were بتيجي مع you we و they والاسم الجمع. طبعا شكل ما احنا شايفين بقى حبايبي مديني زمن الماضي البسيط وبيقول لي ان الماضي البسيط بيكون من التصريف الثاني للفعل. طبعا التصريف الثاني للفعل ممكن يكون regular منتظم باضافة دي او اي دي، او ممكن يكون irregular يعني غير منتظم يعني بغير شكله او بيسيبه شكل ما هو حبايبي، شكل go went و see saw و fly flew، افعال كتير جدا. طبعا قلنا ان القاعدة بتتفهم لكن الشاذ بيتحافظ شكل ما هو. طبعا حبايبي الفعل في الماضي بيجي مع اي فاعل ضمير او اسم. طبعا عارف لما اجي انفي زمن الماضي حبايبي بستخدم كلمة didn't. طبعا لما اجيب didn't لازم الفعل حبايبي يرجع لمصدره، يعني لازم اشيل منه الدي او الاي دي او ارجعه لاصله لو كان شاذ. عارفين ان did حبايبي لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل وبجاوب عليها بيس او نو، وكمان هي اللي بتيجي وراء اداة الاستفهام. طبعا تكوين السؤال بيبقى did وبعدين الفاعل شكل I او he او she او it او you او we او they، وبعدين بعد did لازم يجيب مصدر، ما ينفعش يجيب فعل في الماضي. عرفنا ان علامات زمن الماضي yesterday, last, ago, in the past, in the old days, in وزمن الماضي يعني in وسنة في الماضي شكل in 1999 in 2000 على حسب الزمن اللي في الماضي او السنة اللي في الماضي. تعالوا حبايبي بقى نشوف التدريبات اللي هو مدهالي على زمن الماضي البسيط. قولي yesterday my cousin came to visit us. حبايبي لما هشوف كلمة yesterday هعرف ان الكلام كده في زمن الماضي، فبالتالي هروح للتصريف التاني. طبعا التصريف التاني هنا شاذ اللي هو كلمة came. طبعا الماضي بتاع come came. طب تعال نشوف number 2، بيقول I was late because of the train. طبعا بيقول I was late يعني انا كنت متأخر. هقول لك was دي في زمن الماضي because لان، يبقى لازم اجيب برضو فعل في زمن الماضي لاني فاتني القطر. طيب يعني ايه فاتني القطر؟ يبقى I missed. تاني I missed. تعال نشوف number 3، بيقول my grandma came to Alexandria 2 days ago. بيقول لي ان جدتي راحت اسكندرية من يومين. حبايبي ago من علامات الماضي البسيط فلازم اختار الفعل في التصريف الثاني فهتبقى went. تعال نشوف يلا number 4، بيقول لي they ate pizza at a restaurant in the square. طبعا حبايبي they عايز اقول ان هم اكلوا بيتزا. طيب يا ترى ما هو هنا يا مستر مش جايب لي اي علامة من علامات الماضي، يبقى اذا تعال نشوف الافعال. اولا ما ينفعش اختار الفعل في ing عشان ما فيش am او is او are او was او were. طيب they عمر ما يجي معها ابدا حبايبي فعل في اس، بيجي معها مصدر لو كان الكلام مضارع، اذا ما فيش غير كلمة ate و ate معناها اكلة. تعال نشوف number 5، بقول we had or have or has a great time and enjoyed a lot. طبعا حبايبي لو شفت هنا كلمة and، and معناها و، اللي جاي بعدها ماضي بسيط يبقى اكيد اللي قبلها برضو ماضي بسيط، فبالتالي هقول we had. تاني we had. تعال نشوف number 6، بقول لي What did he eat for lunch؟ طبعا حبيبي طالما جاب لي did في السؤال فلازم الفعل بتاعي يرجع لمصدره فلازم اقول eat. تعال نشوف number 7، بقول لي did she eat to us one last week؟ اوعى تتخدع هنا بكلمة last week وتروح تجيب went. هقولك لان في السؤال did، وطالما did حبيبي جيت يبقى لازم على طول اجيب الفعل في المصدر، فبالتالي هقول did she go. تعال نشوف number 8، بقول لي how you feel about the new theater؟ يعني ايه كان شعورك بخصوص المسرح الجديد؟ طبعا حبايبي هاو يا ترى داز ولا ديد ولا دان؟ هقول لك شوف الفاعل بتاعي اللي هو يو. يو اصلا عمر ما يجي معاها داز في المضارع، بيجي معاها دو،
وضن اصلا مش هتنفع، فبالتالي هجيب did. فبالتالي هقول how did you feel about the new theater. تعال نشوف number 9. بيقول لي it ate to rain an hour ago. طبعا هتقولي ago من علامات الماضي البسيط فسهل قوي دي يا مصر، فهختار started. تعال نشوف number 10. بيقول لي I see you last week. I see you last week. طبعا last week من علامات الماضي. ايوه طب النفي في الماضي بيكون بايه؟ هتقولي بيكون ب didn't، الا في حاله واحده لما يكون was where بتبقى wasn't word. تعال نشوف number 11. بيقولي where did she eat last weekend. طبعا حبايبي طالما جاب لي did يبقى لازم ارجع فعل الى مصدره، فلازم اقول where did she go. اوعى تتخدع بلاست ويكند وتقول went، طالما في did لازم ارجع فعل الى مصدره. تعال نشوف number 12. بيقولي he didn't eat with us because he was tired. طبعا he was tired يعني كان تعبان، يبقى اذا الكلام في زمن الماضي. طب مثلا يعني اجيب came حبلك؟ لا طبعا، لاحظ ان في كلمه didn't، وdidn't بترجع فعل ايه لمصدره، فلازم اقول he didn't come تاني، he didn't come. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده. بيقول لي change into negative. تعال يلا نحول الجمل دي للنفي. عرفنا حبايبي ان لما اجي انفي الفعل في زمن الماضي دايما بنفيه بكلمة didn't ورجعه لأصله إلا فعلين اتنين، was and were. يعني was النفي بتاعها wasn't، were النفي بتاعها weren't. فلما يجي يقول لي I came late yesterday، لما اجي انفي الجملة دي حبايبي كل اللي انا هعمله هحط didn't قبل came وارجع came لأصلها اللي هو come، فهتبقى الجملة كالتالي I didn't come late yesterday. I didn't come. لاحظ يبقى انا جبت didn't والفعل رجع لمصدره come late yesterday. تعال نشوف يلا الجملة التانية. بقولي they went to school yesterday. نفس الكلام لما اجي انفي كل اللي انا هعمله هحط didn't قبل went وارجع went لأصلها اللي هو go، فهتبقى الجملة كالتالي they didn't go to school yesterday. يبقى جبت didn't went رجعت لأصلها اللي هو go. تعال نشوف number 3. بقولي I arrived on time. لما اجي انفي الجملة دي هجيب didn't وarrive ده حبايبي ترجع لarrive، فهتبقى كالتالي I didn't arrive. يبقى لاحظ رجعت فعل الاصله on time. تعال نشوف بقى number 4 ودي تركية. بيقول لي we were happy in the garden. يعني احنا كنا سعداء في الحديقة. حولك الفعل بتاع هنا were، فهنا مش هينفع اجيب didn't لكن were هتبقى weren't، فهيبقى النفي كالتالي we weren't happy in the garden. تاني we weren't happy in the garden. تعال نشوف number 5. بيقول لي she ate pasta an hour ago. طبعا هنا نفس الكلام، حنفي ب didn't و ate هترجع لأصلها اللي هو eat، فهيبقى النفي كالتالي she didn't eat pasta an hour ago. يبقى انا نفي ب didn't و ate رجعت لأصلها حبايبي اللي هو eat. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال اللي بعده. بيقول لي make correct questions. المفروض ان انا عايز اعمل اسئله على الجمل اللي هو مديها لي دي، وهو طبعا مغير لي لون الكلمه المفروض اللي انا هسال عنها بالازرق. شكل هنا بيقول لي I went to the park yesterday، يعني انا ذهبت الى الحديقه امس. طبعا حبايبي بيقول لي اسال هنا على كلمه yesterday. yesterday حبايبي زمن، والزمن طبعا بسال عنه بكلمه when. وقلنا حبايبي طالما الجملة في زمن الماضي فبالتالي اللي هيجي بعد أداة الاستفهام هيكون did، فبالتالي لازم أقول when did. طب فين الفعل بتاعي؟ I. طب I هحولها، هتقول لي هتحولها ليو، يبقى when did you. طب يا ترى هسيب الفعل went؟ هتقول لي لا، طالما جبت did لازم أرجع فعل لمصدره، يبقى المفروض أقول when did you go to the park. تاني when did you go to the park. يبقى انا جبت اداه الاستفهام، جبت وراها did والفعل بتاعي I حولته ليو ورجعت فعل المصدر go to the park. طبعا هشيل كلمه yesterday لان هي دي الاجابه بتاعت when. تعالوا نشوف يلا number 2. بيقول they helped their mother last week. يعني هم ساعدوا مامتهم الاسبوع الماضي، وطبعا مديني كلمه helped. helped معناها ساعدوا. طيب انا بسال عن الفعل دايما حبايبي بكلمه what. طب وبعدين هجيب did اكيد، وبعدين الفعل بتاعي they. طيب هنا بقى لما اسال عن الفعل بشيله واحط do، يبقى عايز اقول what did they do last week. تاني what did they do last week. يبقى انا جبت what، وبعد what جبت did لان الكلام في الماضي، they الفاعل، do لان بسال عن الفعل ولازم الفعل يكون في المصدر عشان did، يبقى what did they do last week. تعال نشوف number 3. بيقول we played football at the club. تاني we played football at the club. يبقى انا عايز اسال عن الفوتبول وده اسم غير عاقل بسال عنه بوات، قول ماذا لعبتم
في النادي. شكل من شايفين حبايبي، انا سألت بكلمة وات وبعدين جبت ديد لان السؤال في زمن الماضي. الفعل بتاعي وي هحولها ليو شكل اي بالظبط، ورجع فعل المصدر اللي هو play وجبت at the club وشلت طبعا كلمة football. يبقى what did you play at the club يعني ماذا لعبتم في النادي. تعال نشوف يلا number 4 بقولي yes I was happy. طبعا هنا تركية مهمة جدا برضو حبيبي، الإجابة هنا بيس يعني أنا هبدأ بفعل مساعد. طب يا مستر يا ترى هبدأ بديد؟ هقولك لا طبعا، لأن هنا ده مش فعل عادي، ده was and were، وأنا قلت was and were لو موجودة هي اللي بعمل بيها سؤال وهي اللي بن فيها، لكن ما جيبش ديد أبدا. طب يا مستر هبدأ بواز يعني؟ هتقولي لا، لأن I هتتحول ليو ويو ما بتاخدش was، يو بتاخد were. فهيبقى السؤال كالتالي were you happy؟ Were you happy؟ هل انت كنت سعيد؟ تاني حبيبي طالما الإجابة بدأ بـ yes or no أي حاجة من الاثنين، لازم حبيبي أبدأ بالـ helping verb اللي هو الفعل المساعد. تعال نشوف يلا، بقول لي no she wasn't at the zoo، لا هي ما كانتش في حديقة الحيوان. يبقى أنا عايز أسأل أقول هل هي كانت في حديقة الحيوان؟ فبالتالي برضو نفس الكلام مش هينفع أبدأ بديد عشان الفعل بتاعي هو was. فهيبقى السؤال كالتالي was أدي الفعل المساعد اللي انا بدأت به وجبت شي شكل ما هي، يبقى was she at the zoo يعني هل هي كانت في حديقة الحيوان، فبقت الإجابة بتاعتي no she wasn't at the zoo. أتمنى تكونوا فهمتوا المراجعة على الماضي البسيط. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، وتقدر تراجع معنا من كتاب استباهات، وكمان تبدأ معنا وحدتنا في كتاب استباهات، وان شاء الله هنتابع حلول كل الكتب على قناتنا دي. تشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.